وزير البترول يؤكد أن احتياطيات غاز شرق المتوسط يمكن أن تعزز أمن الطاقة بأوروبا. الدول الغربية تصاعد انتقادها للصين بوصفها عائقاً أمام الإسراع بتخفيف الديون عن الدول الفقيرة. أسعار النفط تهوي عند الإغلاق بأكثر من 3% بفعل مخاوف الركود. نشرة اقتصادية مفصلة تأتيكم عبر شاشة قناة النيل للأخبار من القاهرة، مرحبا بحضراتكم. أكد وزير البترول طارق الملا أن احتياطيات الغاز الطبيعي بمنطقة شرق المتوسط يمكنها أن تساعد في الحفاظ على أمن الطاقة بأوروبا. جاء ذلك خلال مشاركة الملا بمؤتمر منتدى غاز شرق المتوسط للتحول الطاقي الذي افتتحه الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس بالعاصمة القبرصية نيقوسيا. كما أكد وزير البترول أن مصر هي الدولة الوحيدة بالمنطقة التي تمتلك بنية تحتية لتصدير الغاز الطبيعي من خطوط الأنابيب ومصانع إسالة الغاز الطبيعي وتصديره مسالا في إدكو ودمياط على البحر المتوسط. شاركت وزيرة التخطيط هالة السعيد بالمائدة المستديرة التي نظمتها غرفة التجارة الأمريكية حول خطط وأولويات مؤتمر المناخ COP27. جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة بأعمال اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة بواشنطن. وخلال كلمتها أكدت وزيرة التخطيط أن مصر قامت بتوسيع نطاق برامج الحماية الاجتماعية وشبكات الأمان الخاصة بها بشكل كبير من خلال برنامج التكافل والكرامة لتحقيق تغطية كبيرة للفئات الأكثر ضعف. أكد وزير قطاع الأعمال العام محمود عصمت أهمية الاستثمار في صناعة الأدوية التي تمثل أحد الصناعات الاستراتيجية. وخلال مراسم توقيع عقود تمويلات مع أحد المصارف العربية لتطوير شركات الأدوية التابعة للوزارة بمبلغ 3.4 مليار جنيه، أكد وزير قطاع الأعمال الحرص على توطين تكنولوجيا صناعة الدواء بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص. كما أشار الوزير في الوقت ذاته إلى مساعي الوزارة الجادة للتوسع في إنتاج الخامات الدوائية والمواد الفعالة بالشراكة مع إحدى الشركات العالمية. تابع وزير الإسكان عاصم الجزار مع مسؤولي الوزارة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجارية بمدينة أكتوبر الجديدة، في مقدمتها الوحدات السكنية بمشروع المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين. وأوضح الجزار أن تكلفة مشروعات المرافق الجارية بمدينة أكتوبر الجديدة تجاوزت 7 مليارات جنيه. كما أشار وزير الإسكان إلى أن المشروعات تتضمن الطرق والكهرباء والمياه والصرف الصحي والغاز الطبيعي والاتصالات، كما أنه جاري حاليا تنفيذ محطة محولات كهرباء ومحطة رفع مياه. قال رئيس غرفة الإسكندرية أحمد الوكيل إن محافظة الإسكندرية تعد مركزا صناعيا وتجاريا مهما، موضحا أن أكثر من 60% من تجارة مصر الخارجية تتم من خلال مينائها العالمي، كما أنها تحتضن أكثر من 40% من الصناعة المصرية. جاء ذلك خلال كلمته بالمؤتمر الدولي واحتفالية مئوية الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية و40 عام على اتحاد غرف البحر الأبيض. مئة عام مرت على إنشاء غرفة التجارة بالإسكندرية كأول غرفة تجارية في مصر والمنطقة العربية والإفريقية ومن أعرقها على المستوى العالم، حدث دولي أكد فيه الحضور على الدور الكبير الذي لعبته الغرفة لتحقيق تكامل اقتصادي مصري عالمي. رئيس غرفة الإسكندرية التجارية أحمد الوكيل أكد أن المحافظة تعد المعبر الرئيسي للتجارة الخارجية لمصر، حيث يمر نحو 60% منها عبر ميناء الإسكندرية. رسالة عن الإمكانيات اللي في مصر مدعومة بالحقبة التاريخية، إن مجتمع الأعمال في مصر مش مجتمع وليد، هو مجتمع ساهم بشدة في
الناتج المحلي القومي على مر 100 سنة للاقتصاد المصري. الإسكندرية عروس البحر الأبيض المتوسط، طبعا مدينة التجارة العالمية، أقدم مواني في العالم، فأكيد إحنا بندعو كل سفراء هذه الدول للاستثمارات الاقتصادية والتجارية في محافظة الإسكندرية وفي مصر. المؤتمر الذي شهد حضور وزراء وممثلي 50 دولة عربية وأوروبية لفت إلى الخبرة الكبيرة لغرفة التجارة في مد جسور التعاون مع العديد من الدول. دعم مثل هذا مثل هذه الكيانات واستمراريتها وزيادة أواصر التواصل مع بلاد البحر الأبيض المتوسط، أعتقد بتضيف إضافة جيدة جدا للاقتصاد المصري. لازم إحنا نوطد علاقتنا سواء بالبحر المتوسط أو بإفريقيا أو بأوروبا في الفترة اللي جاية، إن إحنا عندنا صناعات بس عايزين نفتح لها أسواق، وهم عندهم صناعات عايزين يفتحوا لها أسواق. لا يوجد لبناني إلا ويرغب في زيارة مصر، ولا يوجد مصري إلا ويرغب في زيارة لبنان، وهذا رأس مال يجب أن نستثمره لتطوير العلاقات التجارية ولتطوير التبادل السياحي. الغرفة التجارية على مدار السنوات الماضية ولسه قدامها برضو كتير بتبذل يعني قصارى جهدها في تنمية المشروعات وتنمية رواد الأعمال وسيدات الأعمال والمشاريع المتوسطة والصغيرة، كل ده الغرفة بتحققه لتنمية الاقتصاد. يأتي الاحتفال تزامنا مع مرور 40 عاما على تأسيس اتحاد غرفة التجارة والصناعة بدول حوض البحر المتوسط، حيث استطاعت الغرفة على مدى تاريخها والذي يمتد إلى قرن من الزمان مسايرة النهضة الاقتصادية المصرية منذ بدايتها. نجحت غرفة التجارة بالإسكندرية على مدار 100 عام من تحقيق تكامل اقتصادي بينها وبين دول البحر المتوسط، سواء كانت في التجارة أو السياحة أو النقل، لتكون الإسكندرية كما عهدناها بلد المال والأعمال. من عروس البحر المتوسط الإسكندرية، محمد الخطيب، النيل. قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يالين إن الكثير من المستثمرين غادروا روسيا والتوقعات ترجح حدوث انكماش في الاقتصاد الروسي. وأضافت الوزيرة أن قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالتدخل في أوكرانيا تسبب في زيادة أسعار الطاقة وأثر على المستهلكين في العالم. وأشارت يالين إلى أن واشنطن بالتعاون مع أوروبا عملت على فرض سقف لأسعار النفط الروسي. وصعدت الدول الغربية انتقاداتها للصين باعتبارها العقبة الرئيسية أمام المضي قدما في اتفاقيات إعادة هيكلة الديون لعدد متزايد من الدول غير القادرة على خدمة ديونها. ومن المقرر أن تبدأ سريلانكا محادثات مع الدائنين الثنائيين بما في ذلك الصين بعد التوصل لاتفاق على مستوى الموظفين بقيمة 2.9 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي. من جهته أعلن البنك الدولي أن أفقر دول العالم تواجه خدمة ديون إلى الدائنين الرسميين والقطاع الخاص في عام 2022 بمقدار 35 مليار دولار، منها أكثر من 40% من الإجمالي مستحق للصين. أكدت وزارة الخارجية الصينية أن بكين تعمل مع المجتمع الدولي لتعزيز التعافي المضطرد للاقتصاد العالمي والتمسك بمبدأ الانفتاح والنزاهة وعدم التمييز. وأشارت الوزارة أن بكين تعارض بشدة إفراط الولايات المتحدة في استخدام مفهوم الأمن الوطني وإساءة استخدام تدابير الرقابة على الصادرات لتعطيل الشركات الصينية بشكل تعسفي. وأضافت الوزارة أن سلاسل الصناعة والإمداد العالمية تتشكل نتيجة لقانون السوق وخيارات الشركات، وأن وضع قيود تعسفية لأغراض سياسية يؤدي إلى زعزعة استقرار سلاسل الصناعة والإمداد ويؤدي إلى زيادة إضعاف الاقتصاد العالمي. حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من ازدياد عدد المتضررين من الجوع بأكثر من الضعف في السنوات الثلاث الماضية. وأضاف غوتيريش أن نحو 1 مليون شخص تقريبا يعيشون في ظروف المجاعة، حيث يواجهون خطر الموت بسبب الجوع. وأشار غوتيريش إلى أن الأزمة الأوكرانية أدت إلى ارتفاع أسعار الأغذية والأسمدة بسرعة، مشددا على ضرورة التصدي لهذه التحديات بالتكاتف الدولي.
في أسواق البترول العالمية هوت أسعار النفط بأكثر من 3% وسط مخاوف الركود العالمي وضعف الطلب على النفط وخاصة في الصين، وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت دولارين و94 من مئة أو بنسبة 3.1% لتبلغ عند التسوية 91.63 من مئة دولارا للبرميل. كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 53 من 100 دولار أو بنسبة 3.9% ليصل إلى 85.61 من 100 دولار. يتصاعد الخلاف بين الولايات المتحدة من جهة ودول تحالف أوبك بلس من جهة أخرى على خلفية قرار المنتجين الأخير بخفض الإنتاج. يأتي هذا بعد قرار تحالف أوبك بلس خفض في حصص الإنتاج بمقدار 2 مليون برميل يوميا اعتبارا من نوفمبر المقبل. خلاف متصاعد بين الولايات المتحدة من جهة ودول تحالف أوبك بلس من جهة أخرى على خلفية قرار المنتجين الأخير بخفض الإنتاج. السعودية أعربت عن رفضها التام للاتهامات الأمريكية لها بتقديم دعم لروسيا، وأكدت أن قرارات تحالف أوبك بلس تعتمد في أساسها على منظور اقتصادي بحت. البيان السعودي يأتي ردا على انتقادات وجهتها واشنطن للرياض باعتبارها قدمت دعما اقتصاديا وكذلك معنويا وعسكريا لروسيا عبر الخفض الأخير في حصص إنتاج النفط. كان تحالف أوبك بلس المكون من الدول 13 الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك وحلفائهم العشرة قد قرر الأسبوع الماضي خفضا كبيرا في حصص الإنتاج بمقدار 2 مليون برميل يوميا اعتبارا من نوفمبر. جاء القرار رغم تحذير الرئيس الأمريكي جو بايدن من أنه ستكون هناك عواقب للخطوة التي ستؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط، وبالتالي ملء خزائن روسيا من عائداتها النفطية لتمويل عملياتها العسكرية في أوكرانيا. وبالفعل بعد قرار أوبك بلس ارتفعت الأسعار، حيث تلقت إلى جانب ذلك دعما من تراجع حاد في مخزونات نواتج التقطير الأمريكية الذي جاء في وقت يشهد زيادة مرتقبة في الطلب على زيت التدفئة مع قرب فصل الشتاء. وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات نواتج التقطير ومنها الوقود وزيت التدفئة تراجعت 4.9 مليون برميل إلى 106.1 مليون برميل، وهو أقل مستوياتها منذ مايو مقارنة مع توقعات بتراجعها 2 مليون برميل. ومن الخلافات بين الولايات المتحدة ودول تحالف أوبك بلس نذكر حضراتكم بأهم ما ورد في نشرتنا من أخبار. وزير البترول يؤكد أن مصر هي الدولة الوحيدة بالمنطقة التي تمتلك بنية تحتية لتصدير الغاز الطبيعي. الدول الغربية تصاعد انتقادها للصين بوصفها عائقا أمام الإسراع بتخفيض الديون عن الدول الفقيرة. وأسعار النفط تهوي عند الإغلاق بأكثر من 3% بفعل مخاوف الركود. انتهت هذه النشرة الاقتصادية المفصلة. على رأس الساعة موجز جديد لأهم وآخر الأنباء. إلى اللقاء.